ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا، نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه. إياك ثم إياك، إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيل.